قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، يوجد في الأسواق شريط فيديو يتكلم عن الموت ويعرض فيه طريقة تغسيل الميت وكذلك عرض للمقبرة وطريقة الدفن، فهل يجوز أن يعرض هذا الشريط للرجال وللنساء؟ لا، هذا من المبالغات والتكلف، وربما يحصل بسببه شيء من الوحشة لبعض الناس، هذا لا يجوز، والناس يعرفون ولله الحمد، مسلمون يعرفون كيف يغسلون الميت وكيف يدفنونه وكيف يصلون عليه بدون هذه الأمور وهذه الصور وهذه البلاوي اللي حقوها الآن. نعم.